لكن أحيانا الواحد يعني يهتدي أو يتأثر من موقف عابر في طريق سفر. يقول أحد الدعاة إلى الله: كنت عائدا من سفر طويل، وقدر الله تعالى أن يكون مكاني في مقعد الطائرة بجوار سلم من سلم من الشباب الله الذين تعالت ضحكاتهم وكثر ضجيجهم، وامتلأ المكان بسحاب متراكم من دخان السجائر، ومن حكمة الله أن الطائرة كانت ممتلئة بالركاب فلم أتمكن من تغيير المقعد. حاولت أن أهرب من هذا المأزق بالفرار إلى النوم، ولكن هيهات. لما ضجرت من الضجيج أخرجت المصحف ورحت أقرأ ما تيسر من القرآن بصوت منخفض، وما هي إلا لحظات حتى هدأ بعض هؤلاء الشباب وراح بعضهم يقرأ جريدة كانت بيديه، ومنهم من استسلم للنوم. وفجأة قال لي الشاب الذي بجانبي: يكفي يكفي. فظننت أني أثقلت عليه بالصوت، فاعتذرت إليه ثم رجعت القراءة بصوت منخفض أكثر من ذي قبل، فرأيته يضم رأسه بين يديه ثم يتملن في جلسته ويتحرك كثيرا، ثم قال بانفعال شديد: أرجوك يكفي. ثم قام من مقعده وغاب عني فترة من الزمن، ثم عاد وتعذر وتأثر وسكت. وبعد فترة قليلة من الصمت التفت إلي وقد غرورقت عيناه بالدموع وقال لي هامسا: ثلاث سنوات لم أضع فيها جبهتي على الأرض، ولم أقرأ آية واحدة، ولم أفتح المصحف، وهذا شهر كامل أنا كنت في منكرات ومعاصي، والآن راجع، قدر الله أن أجد بجانبك، ما كان في منكر إلا وقد ولغت فيه. ثم رأيتك تقرأ الآيات وجلال أستمع، فضاق صدري وانخفضت وأحسست بالاختناق، وأن كل آية أنت تقرأها أنا معني فيها، أنا معني بها، فصارت كالثياب تتنزل على جلدي، وأحسست برغبة شديدة في البكاء. ولما ما وجدت مكان أستتر به عنك وعن الناس قمت إلى دورة المياه، بكيت وغسلت وجهي ورجعت أنا جالس بجانبك الآن. ثم قال: أتظن أن الله يتوب عليك؟ فقلت له: إن كنت صادقا في توبتك عازما عن العودة إلى الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال: لكن أنا فعلت أشياء عظيمة أنت لا تتخيلها. قال: ألم تسمع قول الله؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرأيته ابتسم ابتسامة سعادة وعيناه مليئتان بالدموع ثم ودعني ومضى. فقلت في نفسي: سبحان الله العظيم، إن الإنسان مهما بلغ فساده وطغيانه في المعاصي فإنه ربما يكون في قلبه بذرة خير تنتظر من يستخرجها، وقد أحيانا تستخرج بطريقة غير متوقعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.